ينقلها كرة في اليسار، جواو كانسيلو يتقدم، تمريرة إلى برناردو، أرضية فاتي الله. ينقلها كرة في اليسار، جواو كانسيلو يتقدم، تمريرة إلى برناردو، أرضية فاتي الله. انجلترا هنا لدينا ركله ركنيه منقوله كره عاليه راسيه تاتي هولاند هولاند جول جول هذا السفاح يثير الذعر هنا في دوري الانجليز في اول ديربي يسجل نعم هدف الثاني عشر هذا السفاح يثير الذعر هنا في دوري الانجليز بالاهداف تمريره الى كيفن دي بروين يحاول دي بروين والعرضية الله 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 أبدا 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 لا يتوقف مهما أن عليه التألق وأن عليه أن يقدم أوراق اعتماد بصورة مختلفة هكذا تقدم وهكذا ميدان دي بروين عند كرة إلى هالاند راح 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 هالاند راح هالاند عرضية التمرد على المألوف نعم هذا الذي نسميه التمرد على المألوف لأن النتيجة دائما واحدة فهي إبداع فريق مانشستر سيتي فهي تألق فريق مانشستر سيتي يتمردون على المألوف ونتيجة الإبداع تأتي من جانب السيتي برباعية ما الذي وصلت الكرة عالية من الطرف الأيمن محاولة قائمة أنتوني يتقدم والتصيب الله الله يا أنتوني يا سلام على هدف حتى في ظل هذه النتيجة هدف كان روعة 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 من أنتوني أنتوني وصلت في وسط الميدان لدينا جاك غريليش يتقدم إلى كيفن دي بروين التمريرة ممتازة عرضية خطيرة الله عن هالاند 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 ماذا يفعل هالاند يتقدم يبرر كرة خطيرة أوه.